ماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب يرقص وراجع دتين وهيجيب جول يا جول جول ويصفر الحكم عشان يفوز نادي الاهلي ببطوله افريقيا للمره الخامسه والثانيه على التوالي. المارد الاحمر على بعد خطوة من معانقة اللقب الحادي عشر للأميرة السمراء التي توج بلقبها في عشر مناسبات سابقة. مواجهة جديدة ستجمعه مع الوداد المغربي حامل اللقب في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل. ليس جديدا عليه، فالأهلي يواصل عادته في خوض المغامرات القارية في المباريات النهائية، فبعد عناق لقب النسخ الماضية عاد مجددا ليضرب موعدا مع الوداد لعناق أميرته السمراء، وكل طموحه منصب لحصد النجمة الحادية عشرة. ندية وإثارة ومتعة ستحملها المواجهة بين أفضل فريقين في القارة السمراء، فالأهلي زعيم إفريقيا المتربع على عرشها بعشرة ألقاب والمشارك في 16 نهائي، وكذلك الوصول الرابع تواليا إليه في تكرار للمرة الثانية بعد أربع نهائيات متتالية بين سنوات 2005، 2006، 2007، 2008 بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزي، وتوج في ثلاث منها. مهمة الذهاب لموقعة الكبار أمام الوداد انتهت بنجاح للمارد الأحمر بهدفين لهدف في القاهرة، أثبت فيها أنه الأقوى في كل خطوط الملعب ولديه كل الثقة في خطف الفوز والتتويج باللقب الغالي من خلال تحضيره للمباراة المقبلة دون الالتفات إلى حكم سابق أو حكم قادم. أما الوداد سيبقي بشدة على آماله في العودة للمنافسة على اللقب والتتويج بلقبه الرابع. كلنا ثقة بلاعبينا وكادرهم التدريبي أن يكونوا على قدر المسؤولية وهم كفء بها. فها هو الحلم يقترب والمجد ينتظركم مجدداً. وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب يرقص وراجع دتين وهيجيب جول يا جول جول ويصفر الحكم عشان يفوز نادي الاهلي ببطوله افريقيا للمره الخامسه والثانيه على التوالي.